أيها الأخوة والأخوات، المسجد الأقصى والقدس أمانة في عنقي وأمانة في عنق كل واحد فيكم بدون استثناء، أمانة في عنق كل الإخوة وكل الأخوات، وواجب علينا أن نتعاون حتى نحافظ على هذه الأمانة. واعلموا أن الله تعالى سيسألنا يوم القيامة، هل حافظنا على هذه الأمانة أم ضيعناها؟ هل قدمنا لها ما نملك أم بخلنا عليها؟ السلام عليكم. عمر الديب من شبكة رصد الإخبارية. السؤال لحضرتك، الآن وبعد انتخاب رئيس ذو أيديولوجية إسلامية في مصر، كيف ترى تأثير ذلك على وضع المقاومة في غزة بشكل خاص وعلى القضية الفلسطينية بشكل عام؟ أولا نحن نؤكد أن الرئيس المصري السيد محمد مرسي الذي انتخبه هو كل الشعب المصري، ولن تنتخب الحركة التي كان ينتمي إليها وهي حركة الإخوان المسلمين. لذلك كل عاقل يجب أن ينظر إليه الآن على اعتبار أنه رئيس لكل مصر بدون استثناء. نحن متفائلون بالدور الذي يؤدي لسبب أساس، لأنه جاء بناء على إرادة الشعب المصري، لم يفرض على الشعب المصري كما فرض غيره من الرؤساء قبل ذلك. لذلك هو سيمثل ضمير الشعب المصري، سيمثل إرادة الشعب المصري، وواضح جدا أن الشعب المصري شعب عظيم كان دائما مركز ثقل لنصرة القضايا الإسلامية والعربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. أنا أختصر وأقول نحن متفائلون من دوره ونبني عليه أمل كبير.